اخوتي اخواتي، مرحبا بكم مره اخرى في قناتكم، وشكرا كالعاده للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا ايتما ديستما بركات غنولون. تحيه لداليا لكل الذين التحقوا بنا على الفيسبوك. اذا موضوع الساعه وهو من هم الجمهوريون المغاربه، من هم الجمهوريون المغاربه، هاد الجمهوريين المغاربه شكون هما، الهويه ديالهم، ومن اين اتوا، والى اي جحيم هم ذاهبون. اذا غادي نعتمد هنايا على فكره الجمهوريه والجمهوريين المغاربه بالامم المتحده من طرف هذا ديال الاخ ديال الاخ بدر نقاش. بدر نقاش، وتحيه نضاليه مره واحده اخرى للاخ حقيقو اللي طلع البارح مع نقاش ودار واحد العمل جريء واللي كان مزيان عند الاخ حقيقو، وهو انه بين راسو للجمهور وبين راسو للشعب المغربي، وقال واحد الكلمه اللي هي مهمه جدا في العلوم السياسيه وحتى في الحياه اليوميه. قال انا ماشي جمهوري، انا ماشي مناضل. خرج راسو من الحباب، وهكا الانسان خصو يخطرو حيت كاين الخونه. اذا شكون هما الجمهوريين؟ الجمهوريين وهي واحد المجموعه نتاع الدراري ابناء الفقر، كاي ابناء الفقر في اغلب المواقف هاد ابناء الفقر هادو كيطيحو عليهم الناس وكيشروهم بطريقه او اخرى. انسان فقير بمعنى يفتقر، يحتاج، عنده الفاقة لأي حاجة، وهذيك الحاجة هو كتبان ليه هذاك الفقير بأن خاصو ليها غير المادة غير الفلوس. الفقير هو واحد الإنسان اللي العالم عنده مادي محض. الفقير هو واحد الإنسان اللي كيعتمد على المادة باش الطوموبيله الماده، الدار الماده، الاسره الماده، الفطيره الماده، وكيمشي مع الماده وكيخلي فيها القيم الاخلاقيه وتيخلي فيها كاع المسائل اللي كتعطي للانسان القيمه والجراه والشجاعه والنخوه. هاد الفقراء هادو ما تعلموش هاد المسائل هادي حيت كبروا في واحد الوسط وكبروهم العيالات وكتشوفها في الحركة ديالهم وحتى في السكون ديالهم. هاد الجمهوريين هادو أنايا خدمت على شي وحدين فيهم، ما كذبش عليكم ما كنفوتش معاهم ثلاثة الفيديوهات، حيت قضيتهم سهلة وماشي ناس متعقدين، ما عندهم لا تجربة في الحياة، ما عندهم تكوين وما عندهمش أصول. ويل لأمة أو أسرة أو مجموعة بشرية أو حزب سياسي تولت شؤونها امرأة في غالب الأحيان. إذن هاد الدراري هادو راكم سمعتوا اش قال علي المرابط كي خدم مع أمريكان، قال الإمارات، قال الجزائر، قال المغرب، ولكن ما قالش فرنسا، كاين حتى فرنسا، اعتقد قال السعوديه. المهم علي المرابط قال انا اعلم ما لا يعلمه الكثير من الناس، انا ربي سبحانه خلقني على احسن تقويم واعطاني واحد الفطره كنعرف كتخرج الفكره كنعرفها منين جات، حيت عشت في العالم ديال الافكار وعشت بالليل وعشت بالنهار. انا هو الانسان اللي كنعس 4 السوايع، جوج بالنهار وجوج بالليل، كاع الناس اللي عاشوا معايا كيعرفوني لا انام. اذا هاد الجمهوريين هادو كاين اللي خدام مع الامارات حيت ربما اختو كانت تمنيا، ربما الام ديالو، ربما بجوج، وخدامين بالليل، وبالليل تيكونوا العسكر والمخابرات ديال العسكر وخو المخابرات ديال العسكر تيقدم اخوهم، تيولي عميل ديال المخابرات الاماراتيه. ايوا لك تيخدم عميل نتاع المخابرات الاماراتيه، تيحل لك واحد الباب وتمشي من هنا لهنا لهنا لهنا. وهذا اللي مخابراتي عميل ديال
المخابرات الإماراتية في العالم كاين سوق، العالم عبارة عن أسواق، كاين السواق تيكونوا فيهم الرجال، كاين السواق فيهم العيالات، كاين السواق كيتباع فيهم البيض، واحد السواق نتاع البقر، واحد نتاع الغنم، وكاين واحد نتاع الديامون ولا السفير ولا الإمرود، وكاين السوق ديال العبيد. اليوم كاين السوق ديال العبيد، والسوق ديال العبيد اليوم هاد السوق كيتطور عبر العصور، وهو هاد الناس هادو اللي كيبغي يبينوا راهم شي حاجة، هم أبناء شي حاجة. فهمتي؟ راه معنا الأسر قالوا لي مع الدري الصغار قالوا لي علي ليستون بيلانيش صافي با دبغوي. إذا ملي كيكون واحد الإنسان خدام واحد المخابرات نتاع الإمارات، والمخابرات كيجلسوا بيناتهم وكيضربوها بسكيري بيري، وتيقول ليه شتي هذا كان سميتو راه ديالكم راه خدام عندنا، تيقول ليه واش شكون هو؟ تيقول ليه وهو اكس على بويسونس ان، فين راه في السوق، كيمشيو كيتقدوه من داك السوق. ها هو صدق مع المخابرات الاماراتيه وحتى مع المخابرات الجزائريه، وهذا اكس على بويسونس ان غادي تشريه المخابرات المغربيه الخارجيه، وشويه غيشكل المخابرات الخارجيه مع الداخليه في المغرب، يقول لي راه واحد خينا راه خدم مع الجزائر ومع الامارات حتى هي، اجي نديرو ليه انتيخ كرواجي، اوي اجون دوبل، وي اجون دوبل، غيجيو غيدوبلو ويكوادريبلو وغادي تم. وهذا باش تعرفوهم في الجمهوريين، انا ما نقول لكم السميات حتى ما يرتقيوش نقول لكم السميات، ولكن ملي غيبداو يطيحوا غادي تعرفهم شكون هما يا، واللي فيكم ذكي غيعرف على ما كنتذكروا كاع الجمهوريين ماشي رجال. إلا دخلتوا هذه فراشكم أبناء الفقر وماشي رجال نجحتوا مزيان. هادو هما لي خوانا، خوانا خدامين مع الجزائر، الجزائر عندها العسكر ديالها وولاد ديالها، ولكن ولاد نتاع الجزائر ميمكن ليهمش يدافعوا على الصحراء المغربية. شكون؟ واحد الموشخ مغربي، وهذا الموشخ المغربي اللي غيدافع على الجزائر على الصحراء المغربيه وكتخرجوا الجزائر، هو اللي قلت لكم في السوق غادي يشريه وكيضربوا الطاسه بيناتهم وغادي يشريه المخابرات الخارجيه. واحد الجناح هو نفسه هذا الموشخ هذا المغربي هو اللي غادي يخرج، هل باش تعرفوه خدام اجون دوبل، بمعنى عبد، مشي مره ماشي جوج مشي ثلاثه. الامير هشام، عرفتوا شكون هو الامير هشام؟ ولد الامير عبد الله، راه عنده الدكتوراه، وراه مثقف، وقرا في الميريكان، وكيدير المحاضرات، كيف يعقل؟ ها انت مخدمينك العسكر ديال الجزائر، ها انت كدافع على الصحراء اللي ضد القصر، ها انت غادي مع الامير ولد الامير عبد الله. شكون هو العميل ديال المغاربه والجزائر وتونس والامريكان والامارات حتى هي؟ هو واحد الانسان فقير ما عنده ما يخسر، كبر كيتمشى بالحفا، ترمتو عريانه، كبر بماء مهين، ما عندهمش الشرف، حيت الرجل اللي عنده شرف كتكون موراه مو عندها شرف. يعني هل الآية تقول اللواتي أحصن فروجهن، جيني والحاصنات لفروجهن، المرأة التقية النقية هي اللي كتولد الرجال، العاهرة كيخرج من كرش مو وكيلعبوا لها في ولدها بغات غير الفلوس. هاوي قلنا لكم ابناء الفقر كيتصرفوا غير بالفلوس، كيف يعقل؟ هذا هو العلوم السياسيه ومن الدار، وانا غنحكم البلاد حبة من حبة وكريهة من كريه، رانا بطردهم شي بحالاتي وفي 27 غنحكم ديال يماها. انا راه ما كنعترفش بالولايات المتحده ولا بالامم المتحده ولا بالولايات العظمى ولا بالصهيونيه العالميه، هذوك ما كنعترفش بهم انايا بيريود.
كنعرف كيفاش نشأت، وكنعرف ديك الأرض نتاع واحد اليهودي، أسرة يهودية روتشايلد، ولا الحجرة الحمراء ولا الحجرة الصفراء. كيف يعقل؟ سمعوا مزيان، 50 سنة هي مسبوم ديان، والقدافي الشعب ديالو قليل والخير كثير، وعطاهم الدولار كتشتت عند القدافي، والحسن الثاني الخاعين قال لهم هل استفتاء الصحراوة، علاش؟ باش يديرها العسكر اللي يديروا ليه واحد جوج ثلاثة، والصحراوة ما خداوش الأرض ديالهم. اليوم ابن عاهرة عميل تاع الإمارات ومتاع الجزائر، وكان حس الصباط نتاع الامير هشام غيجيب الصحراء الصحراوة تزالاكار تزالاكار سالازار، كاع ما انفصلات وكاع ما داوها الرجال. اي واحد تلقى راسو في نفس الخندق مع العدو ديالو غلط، ولا شتو اي واحد مع العدو ديالو في نفس الخندق عرفوه راه ماشي عدو ديالو. نعطيكم مثال، شكون اللي بغى الصحراء تكون منفصله؟ الحسن الثاني. واش الحسن الثاني ماشي الحسن الثاني؟ شكون اللي قتل ولد طاطا؟ ماشي حقيقو ولد طاطا، شيخ العرب محمد الخامس. شكون اللي قتل ولاد الجنوب اللي جاو من الشمال وما بغاوش يحطوا السلاح حتى يردوا الجنوب تاع المغرب؟ محمد الخامس. شكون اللي عطى الصحراء وقال الاستفتاء؟ محمد الخامس. الحسن الثاني عقلتو؟ هذاك اليساري اللي حل القميص في المحكمه وقال لهم السجن احب الي، ومشى على السجن. هذاك عبد الرحيم بوعبيد ما بغاش يكون في نفس الخندق مع الحسن الثاني، وما بغاش، وقالها قال ما بغاش، ما بغيتش انا يكتب عليا التاريخ بلي انني خائن. وهو خان القضيه المغربيه، وخان كانت تكون جمهوريه من النهار الاول، ودار ودار، ولكن كاين واحد لا ليميت، واحد الحد للخيانه، حيت كاين خيانه تغفر وكتسمح، كيسمحوها المؤرخين ولي بوليتولوج الدارسون السياسيين، ولكن كاين خيانه ما كت. وقالها في عز الحسن الثاني ملي كان تيقتل. كيجيو اليوم البراش كان ما عندهم حتى شي ثقافه، بالمغار حمر بالاحمر، كتب ما قراش في حياته، غادي كيدافع على الاطروحه نتاع القصر. راه محمد السادس والحسن الثاني ومحمد الخامس راه ما تيقولوش الصحراء ديالنا، هذا قال لهم استفتاء، الا قالوا ايه راه مشات الصحراء. محمد السادس تيقول لهم ايوا الحكم الذاتي، بمعنى انتم تحكموا تحكموا داتكم بداتكم. اش معنيتها الصحراء مشات؟ من بعد 10 سنين غيديروا الاستفتاء وغيمشيو. المفهوم ديال الصحراء راه ماشي صحراء هذيك. نتحدى اي جزائري يطلع ليا شارع واحد من الشوارع ديال الجزائر العاصمه، شارع واحد في الجزائر فيه شارع من دوك الشوارع ديال العيون ولا نتاع الداخله. البنيه التحتيه اللي كاينه في الداخله وفي العيون راه ما كاينش في الجزائر برمتها. واش واحد البلاصه 50 عام ما جابوهاش الرجال بالقرطاس، يجيبوها الزوامل؟ اسمحوا لي هذا واقع انثروبولوجي. هادو قلنا لكم اللي كيمشي مع العدو اللي هو البلاط العلوي باش يقسم، العلوي كيقسموا الارض وخصها تمشي حيت كبيره عليهم من جهه، من جهه واحده اخرى هذوك اليهود اللي وقفوهم سيسبيكو في 1916 خصني ما تفرق. راه بدات في الجزائر، شتو الجزائر كتفرق ولا لا؟ كيفاش الجزائر باغا تجيب الاستقلال الصحراوه وهما ما جابوش عاصمه في وسط الصحراء المغربيه، عطاو الارض ديالهم وداروا فيها الرايه نتاعهم هما، بمعنى كاين السفير نتاع جلاله الملك نتاع الجزائر فين؟ في تيندوف. واش عقلتو بها ولا ما عقلتوش بها؟
راه هذوك اللي حاكمين هوك لا سكريا ولا هذو اللي حاكمين في توالقة في الرباط تيخدعوا الاوامر ديال الصهاينه. ايوا غيجيو هاد البراش هادو وكيدوروا في الارض كيفاش كاين الانسان كيدوروا في الارض. طلع واحد من هاد الخونه هادو و قال لك مولاه هشام عطاه يمكن كاع نصور معاه، ومولاه هشام جالس معاه وعطيه صبط على وجهه قال لي باش تقراو داكشي ايوا شحال خاصك؟ قال لي خاصني 100,000 ديال الدولار، 100 مليون. وقال لي انا مقلق عليه، عطاني غير 50,000 ديال الدولار، عطاه 50 مليون. هاد بلاهم هشام بات شي نهار في الزنقه، خدم في شي بلاصه في الشوله، نفخ شي رويضه نتاع شي تران، شطب صبغ شي بلاصه، اش دار باش يكونوا عنده الفلوس؟ بطر مع الاراضي نتاع سواشا، سوس ماسا، واللي بغى يدخل المغربي يستثمر كيدي ليه 51%، وقرا في الميريكان فلوس الشعب المغربي. وعطاه 50 مليون. اسمو هذاك كان عسكري، كان عسكري وكطيح القيمه نتاع الانسان مع ولا كلوشار في فرنسا وداكشي. اديب، هذاك اديب. انا كان تيبقى فيا ملي كان عنده مشاكل فسميته ملي قبطوه وداكشي، كان تيبقى فيا لان كان ضحيه وداكشي، ولكن داز من البلاصه نتاع الضحيه. انسان خائن للشعب المغربي. الخيانه راه ماشي البلاط، عندك شي واحد يقول لكم الخيانه راه لا سميتو الملك. الملك راه غادي يموت بحال اللي ماتوا الملوك نتاع الدنيا. غيبقى الشعب وغتبقى الارض. الوطن يساوي شعب وارض. اي واحد بغى التفريقه نتاع الارض خائن، اي واحد كيخون الشعب خائن. غيمشيو العلويين وحنا غادي نحاكموكم. بيريود. هذا كان فرنسا، هذا وكان عنده لجوء سياسي في فرنسا ولا شي حاجه، وغيجي لكندا، غيجي لامريكان، كلهم ستا موفمون كيتحركوا، حيت كاين واحد القوه من وراهم كتحركهم فين كاين الحركات وفين كاين الدراري باش يهرسوا داك الموج نتاع داك التيار نتاع الدراري اللي غيثوروا وغيوعيوا الشعب كيهرسوها. تا سميتو غيعطيو باش يقراو، وراه قرا في العسكر، راه كابيتان د العسكر، قرا لا كومينيكاسيون، راه ما كاينش شي حاجه احسن من المدرسه العسكريه اللي كتقرا فيها، وكان كيصور رزقو. هادو خدامين مع ثلاثه، ميمكنش تكون شي حركه في العالم العربي وما تدخلش فيها الامارات، وهادو كيخدموا لهاد الامارات، عمري كبر من الامارات، وكيخدموا البوليس ديال المغرب، وتيخدموا الجزائر. اللي بغى حقه كيدافع عليه بيديه. انا ما نقبلش يكون معايا جمهوري خائن. واش من نهار الاول تبيبي لي لا ريفولوسيون، لا ريفول ديالي انا ولا ريفولوسيون ديالي؟ واش انا ما حياتكم انا دوزتها غير في بين الكوتشو مع المفكرين الكبار، ثم غير ولاد الجوع ولاد الفقر. ديما تنقول لكم ابناء الفقر يحضرهم هم العدو. اذا كما قال علي المرابط، كاين دول كيعطيوهم. علي المرابط راه ملي قالها ماشي غير خرجوا، قالها كانت عنده المعلومه من قبل. قدو الرامي حتى هو عارف، عنده المعلومه، عارف شكون هما هاد الناس هادو، وكاين ناس اخرين عارفين شكون هاد الناس هادو. هادو لا قيمه لهم. هادو انا كنوعدكم اقسم يمين ثلاثه، اللي في الميريكان ولا في اوروبا غادي يرجع للفقر ديالو. عقلوا عليها، عقلوا عليها، حيت خيانه الوطن صعيبه. علاش قالها علي المرابط؟ علي المرابط راه ما قالهاش للناس باش يعرفوها. علي المرابط بان ليه بلي النظام جاي ليه، وبان ليه بلي النظام غيدير ليه بحال اللي دار لدريس فرحان، وصيفط رساله مشفره للنظام والنظام قبضها.
لكن قبل ما وصلت النظام انا قبضتها وحللتها. انا المساكس كنعرفها وهو يقولها، بمعنى هي الا غير زدتو معايا بغي يدير لهم بحال اللي دار لهم محمد زيان. تاتا وبغي يدير لهم بحال اللي دار دريس فرحان. شتوا كلهم عندهم نفس اللعبه. دريس فرحان بدا كيخرج لهم في البارطيات وجربوا عليه. هو يا قبل ما وصلوا دار لهم سياسه استباقيه. نكس موف، انا غادي نموفي حتى انايا وغنقول الدري اللي خدامين، بما انه غيحرق الدري كاملين من فوشحه حتى الحجيب. اش قلت؟ من فوشحه حتى الحجيب غيحرق هادشي كامل، ما يخلي فيهم حتى شي واحد. هو يديرها علي ولا ما يديرهاش، النظام خصو يكمل يسالي اولا مع الملكيين ديالو اللي قراب ليه، حيت ما عندهم يدير بهم. الملكيين كلهم غيمشيو، كله غيطحنهم، يا داك المحامي حليم يا كلهم غادي يطحنهم. عاد غادي يرجعوا لهاد الجمهوريين، الجمهوريين قضيتهم سهله، كاين حجج دامغه وهما خوانه، النظام غيشوف فيهم كخوانه وغيهزهم واحد بواحد. كاين اللي غتسرقوا الجزائر، راه خدام على الجزائر وغتسرقوا الجزائر. داو المغاربه، المغاربه يقول لهم لا ماشي حنا اللي دينا، ويقلبوا المخابرات وشكون داو دا هذاك، والشعب المغربي يقول داتو شكون، بحال كتفرج في التينيس اوبن تاع باريس. حتى يضرك عقل عنقك ويبقى محمد السادس حاكم. علاش غيساليو مع الملكيين؟ القديم تاع الجمهور يسهل، الملكيين راه ما خداوش الفلوس، غير في الدماغ ديالهم في الذاكره الجماعيه ديالهم الملكيه هي الاستقرار وقاقاقا. راكم غلطتوا والله العظيم الا غلطتوا الملكيين. ها ما تلقوا عليكم الزوامل، تلقوا واش قلتها لكم ولا ما قلتها لكم شيء. قلت لك حليم اضرب بقوه فالعاقبه واحده، كون ضربتي تحفه وطاح بحال الدوده وعايش في ميريكان وما كيخلصش الضرائب وخدام مع قوات اجنبيه اللي هي المخابرات الخارجيه المغربيه، كنت تهناو منه والى الابد. غير يمشي للسجن في ميريكان ويخرج يمشي للسجن في المغرب. إذن علاش بغيت تهناو من الجمهوريين؟ راه كل واحد فين ورطوه للمخابرات المغربيه. خصكم تعرفوا هاد القضيه هادي. شتي المخابرات الجزائريه هادي ما عمرني ما نقولها لكم، خدامه عند المخابرات المغربيه، سمعتوها؟ المخابرات الجزائريه في بعض الملفات خدامه عند المخابرات المغربيه، وكاع الدراري اللي خدامين عند المخابرات الجزائريه راه المغرب اللي عطى الفيش ديال الفيشي ديالهم والكنيه ديالهم والسميه ديالهم والنقط ديال الضعف ديالهم وعرفوهم شكون هما. يا ملي بغاو يشطوا فيهم غيشطوا فيهم. غتبقى واحد المجموعه نتاع الجمهوريين ملي غيدوز، ملي غدوز السلطه من حسن الثاني لشي واحد اخر، ما قلت لكمش الحسن الثالث، شي واحد اخر، غيديروا الوطن غفور رحيم. شتوها؟ لما كيعيطوا لهاد المجموعه ديال الجمهوريين وغيعلقوا لهم الوسام والوطن غفور رحيم ويعطوهم الاكراميات بحال كيعطوا لخواتاتهم ومواتهم، لانهم هرشوا الحركه اللي غطيح النظام وغتوعي الشعب. باش تعرفوها كاع الجمهوريين حتى واحد فيهم ما عمرو وعاكم،
ما عمره قال لكم كلمة حق، ما عمركم استفدتوا منه. الملك عنده الطيارة، الملك مات، مات الملك، مساكن وخرجوا جمهوريين والشعب المغربيين وهم يخرجوا لهم الملك حي، وما بقاش عندهم مصداقية الجمهوريين، وهادشي كلشي لعبة كيدرحوهم باش يدرحوكم انتوما ليا. شتوها؟ إذن غادي يجمعوهم باش يديروا بهم الوطن غفور رحيم. راكم شتوها؟ النظام قبل 16 30 عام وهو خدام معاهم، لاحوه، ونهار اللي لاحوه مشاو كيبيعوا ليه الدار ديالو. شتي الجبن والضعف ديال المخابرات؟ وشتو ولا لا؟ دغاي كان معاهم الشمال كامل، قبط هو كيشكر بالليل وقبط لهم الشمال كامل، عقلوا عليه، لاحوه في السجن. اللي كيضربوا يماه كيضربوه بثلاث سنين، وكبيرهم الذهب ديال طاطا صيفطوه، وعاود يصيفطو حتى يموت تما، خصهم يساليو مع الملكيين ديالهم اللي كيخلوا لهم هاد الشير ديما باش غيلعبوا بها واحد الورقة مستقبلية. ولكن اللي قالت الآية قرآنية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هاد الحساب هذا سامخش با سامخش با. وباش تعرفوها مزيان، ما بقى عندهم ما يطلقوا على الملكيين ديالهم. وشكون طلقوا عليهم؟ الجماحات، ثلاثة متاع الجماحات، تحفة، المحامي جماح زهرش، وواحد خير ما عندوش أصول وما عندوش وطن اللي هو جزائري دحان ولا شي حاجة، هذاك نور زينو طلقوا على سميتو. وهاد الجماح هذا الجزائري القبيلي هو اللي قدموه وكيلعب اللعب ديال المغربي المواطن الوطني الجديد، المفهوم الجديد نتاع الفلسفه السوسيولوجيا ديال المواطنه، وهو خصك تكون جماح ورضاع الملك اللي حتى هو جماح. هنا فين غادي بكم وراها جايه، كيدخل وكيخرج الملكيين محامون وقضاة وكل شيء، دخلوا خرج، لا مش دخلوا خرج، شكون يدخلوا شكون يخرجوا، شكون؟ الملك راه القصر، شكون؟ الحموشي، الحموشي غير البوليسي، تا هو غير سادي الفيلم ديالو، الورقة ديالو غتحرق، الرجال ديالو بصح غتحرقوا، شتوها؟ إذن غنتسنطوا الأخ بدر وغادي نعقبوا عليه، فهمتيني، باش نوسعوا الموضوع شي شوية. باش نوسعوا الموضوع شيئا ما، باش النسان ما غيد نتيني اش كون غيد قنتر وانت مكانين. وسهلا ومرحبا مرة أخرى، دي طلب مني باش ندير شي تعليق على ديال هاد الكلمة ديال هشام محمد هشام في هاد اللجنة الخاصة ديال المناهضة الاستعمار اللي ستعصى الأمم المتحدة أو اللي تابعة للأمم المتحدة. من قبل ما تنعرفوش شنو مزيان فيتسامع عليه ولا ما عنديش عليه شي معلومات كثيره، ولكن قبل ما ندير هذا الفيديو هذا البارح واليوم شفت فيديوهات مختلفه، وشفت حتى اللقاء ديالو هو في القناه ديال فسحه مع البدر الديوي، واشنو قالوا مجمل داكشي اللي قالوا بكل زعما بكل صراحه، وفي واحد فيه معقول، في جانب من المعقول، في جانب فيه معقوليه، وفي واحد الجانب من المنطق. الحاجه الوحيده انا اللي قد نشير ليها انايا وهو وقوفنا ضد ضد الدكتاتوريه وضد الطغيان وضد النظام المغربي ما تيعنيش على ان نتلاحوا في حضن الجزائر. وهو وضح وشرح على ان عنده علاقه بمسؤولين جزائريين، عم تعتقد السفير الجزائري على انه تيتراسل معاه وتيصيفط ليه شي تقارير او شي حاجه او شنو تقال ولا شنو دار، يعني تيعطيه معلومات. لان
بعد في احيان عده تتقد تكون معلومات اللي هي متاحه الى العموم، ولكن ما يمكنش لك تعرفها، ما يمكنش لك تعرفها، تعرفوها غير دوك الناس ودوك اللجان اللي هي خدامه على ذاك الشان. مثلا شي كاينه شي لجنه جزائريه او شي جهه اللي خدامه على الملف ديال الصحه الغربيه، كاين على الطرف الاخر مغاربه وكاينين البوليزاريو، فهادو الشغل ديالهم الشاغل لانهم تيحرروا مقالات تيديروا تقارير تيديروا تيشوفوا شنو تقال شنو طلبات المتحده شنو هي الاجنده ديال الامم المتحده فين غيمشي وشنو غيديروا. فهادشي هذا ما ماشي سهل، مجموعه من المعطيات ومجموعه من المراجع ومجموعه من المعلومات اللي تقدر تكون كاع معلومات قانونيه اللي تيخصها واحد الحنكه باش ممكن تفهمها ولا باش تعرفها ولا باش تلقاها، تعرف المكان فين كاينه باش تقدر تمشي تجيبها. يعني كاين الاطراف تيسهلوا عليه هادشي هذا باش يكون ملم ويكون عنده واحد يكون عنده تحديث على ما يجري ويدور. يعني ما تعتبرش ان هذه شي حاجه اللي هي خايبه، وتيقول على انه هو يمول وتشرح على ان هذه اللجنه هذه ممكن يمشي لها اي واحد. فعلا ما كانش عندي علم بهذا الشيء، ولكن ما عنديش علم حيت مثلا بحال شغل في هذا المجال هذا، ما عنديش علم على ان كاين هذه اللجنه ديال مناهضه الاستعمار، كاين بلانين وقبل ما بغيتي تمشي اي تقد تكون جمعيه ولا تقد تكون غير شخص بوحدك وتدفع عليهم شنو بغيتي تقول ولا الكلمه اللي بغيتي تلقي، وتتعرف انها تدخل للسيت ديال الامم المتحده وتتلقى ولكن شكون اللي ممكن يدير هذا الشيء هذا؟ شكون اللي ممكن؟ هو اللي مخصص الوقت ديالو لهذا الشيء هذا، ماشي غير الوقت. ف حتى انايا ما قدش نمشي حتى اذا اتيحت لي مثلا انايا كاع بيد ديال الطياره وكلشي والوطيل وكلشي باش نمشي، ما قدش نمشي حيت عندي التزامات، ما قدش نمشي. شي حاجه اللي ماشي شي حاجه اللي هي سهله. وكيف ما تيقول هو، تيقول على ان المغاربه غير تيبلبلو تيهضروا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما كاينش شي واحد اللي قد يمشي ويعبر على هذه الكلمه ديال هاد المغاربه الجمهوريين ولا هاد المغاربه. اولا هذيك البلاصه هذيك ما كيمشيولهاش الدول العظمى، اسبانيا دوله عظمى امبراطوريه هيمنت على العالم، الارض ديالها جبل طر ولا جبل طارق اللي داتو ليها انجلترا العظمى حتى هي ودوله عظمى، علاش ما مشاوش الامم المتحده؟ علاش ما مشاوش؟ علاش الارجنتين ما مشاتش على الارض الجزيره ديالها لي مانويل اللي دات ليها؟ علاش لي باسك ما مشاوش؟ ولاد اوشكاديا بلاد الغال بلاد اللي ما بين الشمال ديالها داتو ليها فرنسا والجنوب داتو ليها اسبانيا، ما مشاتش. كاين واحد الارض داتها ما كيعرفوهاش الناس كاع، حتى الناس اللي داروا العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه في الشمال ديال نتاع الدنمارك. الدنمارك هربت على واحد الشعب داير بحال دوك الشلوح ديالنا ودات لهم الارض ديالهم، ما مشاوش الامم المتحده. الارض نتاع روتشيلد حط دايره تما عطاوها للامريكان وكيجيبوا سميتو كيعمروا عمره خاويه، ما عمرش واحد خدا، كيمشيو غير الدول المتخلفه اللي كيبغي ياخذ حقه. الحق في فم المدفع، عندك القرطاش ضرب به بيريود، غتمشي تبقى تقرا الورقه ومن بعد الناس ما كيقراوش الورقه، الناس كيضربوا بالقرطاش. لا نوفيل كاليدوني اكثر من 400 500 سنه باش داتها فرنسا، ما عمرهم ما مشاو. الناس ما كيمشوش للمحاكم، انفرش خربك وتسير للمحكمه ماشي كوم سا. الا هو غادي يمشي يدافع، هاد الدري هذا غادي يمشي يدافع على سميتها بوليزاريو، باي حق تدافع على البوليزاريو؟ انت اصلا ماشي بوليزاريو، بوليزاريو ماشي دوله، ما عندهم سفاره، ما عندهم مطار، ما عندهم دوله، ما عندهم جنرال، ما عندهم سو جنرال، كابورال، كابورال شيف، باي حق في العلاقات الدوليه انت غادي تجي وغادي تهضر؟ شكون عندك تما؟ جدودك عندك تما شي نخله، عندك شي شجره، عندك شي جمل، اش عندك تما؟ نيا والو، مادام انت هاكو قريب بزاف. ايوا دافع على الدري اللي في الحبس،
زفزافي والاخرين، بعدا كي يقولوا راجل كيدافع على ولاد بلادو، انت كتساعد النظام المغربي باش الاكتفاء الذاتي والاستقلال الذاتي وابرهوف باش هادو كيمشيو ويقدموا الولاء لمحمد السادس. صافي راه بحال هكا كانت الخيانه، راه خدينا الاستقلال شري هادوك اللي قالوا ملكيه برلمانيه ملكيه دستوريه لا ملكيه ملكيه، وهم كلهم مع البلاط، غير هادو استقلاليين وغيقلبوها، وهادو غيوليو اتحاديين، واتحاديين غادي يتفرقوا، واستقلاليين غادي يتفرقوا، والى يومنا هذا كلهم مع الاحزاب من مور 70 عام 68 عام باقيين مع الملك. شتوهم فمن جات في الشعب، وبغاو يعاودوا لنا التاريخ بمن بوحدين كاع ما شابعين الخبز. بعد هادوك راه قراو في ايامات فرنسا ملي كانوا جدودكم ساكنين في الحفاري، ودابا مواتكم ساكنين في الحفار، اش تكونوا كاع؟ تكون ديري ماك في الميريكان ولا في الالمان، انت غير حمار بالله حمار، لا قيمة لك، شنو القيمة ديالك؟ غادي تدافع على سميتو، نتوبايا عبارة عن سرطان، باش ما توقع حتى حركة ولا سكون، ويحكم العلوي إلى يوم يبعثون. وباش تعرفوا إخواني أخواتي بلي هادو غير خونة وأبناء الخونة ولا يرجى منهم حتى شي حاجة، راه هادو هما اللي قتلوا وطيحوا وكانوا غير فليبيو وكانوا غير سيفتوا السيد بجريمة السجن اللي هو اسمه بلقزيز. بلقزيز هما اللي ضربوه ضربة قاضية، هادو هاد المجموعة هادو، ورجعوا لهم وغتلقاوها هما اللي ضربوه، ما تلاش ناض، ما تلاش ناض، دمروا ليه الاسره ديالو، هرسوا ليه البيت الزوجي ديالو، من مور 21 سنه نتاع الزواج كسروه، داو ليه لاسيستون سوسيال، دات ليه لا داش، دات ليه ولادو. الدري كان غيتفليب هاد الدري، كنا سيفطو للسجن. عرفتوا علاش؟ دار حركة، لو موفمون ماروكان شي حاجة لترونجي، وهما بغاو وحدين فيهم دفاعا عن النظام المغربي، وحدين فيهم بغاو الأرض ديالو يجيو لها العسكر نتاع الجزائر، بغاو القناص ديالو تولي يطلعوا فيها ويهبطوا البوليزاريو، ما قبلش، دار اخطاء كيتعاقب عليها وما غينوض من حتى 2027، وعقلوا عليه الا دخل 2027 راه نايض ومازال تالف، حتى 2027 ضربوه ضربه قاضيه، وكانوا هما كينتظروا بلي الانسان غير ما ينتحر اما غيمشي للسجون بواحد الخمس سنين. الافكار ما كانتش ديالهم، وهادو اللي ضربوه كل واحد كيخدم واحد جهه معينه، بمعنى هادو كلهم وهاد المخابرات كاملين من موراهم عقل واحد فعال هو اللي كيسيرهم، وما بين الاسباب اللي غادي يطيح قدم الاسره ديالو كيعرفوها، هما غير خوانه ما عندهمش اسره، والثانية ما كانش عنده ايمان وما عندوش عقيده، اول ضربه ضربوه طاح، ما عندوش عقيده وما عندوش ايمان، حتى الناس اللي غادي يتبعوه ويأجروه ويقفوا معاه لا ويعطيو النصايح رجعوا اللور، جمهوريين خونه كيسبوا في, في في الاسلام وفي الرسول وهذا ضربوا ديالهم. هذيك الساعه انا كنت كناخذ ديك الساعه لي نوت، ديك الساعه كنت كنوجد وكنت كندير واحد الاناليز وكندير الماركتينغ والبيهايفر كيفاش غادي ندخل للسوق في واحد الفتره وجيزه وندوز الرساله ديالي باش يعرفوني الاسياد ديال العالم، وغنخلي لي ديسيبل ديالي الاتباع ديالي وغنخرج ونخليها. الحمد لله راه عامين، القديره ناجحه، كاين ناس كتعرفوهم وكاين ناس لا تعلمونهم وراهم معنا، هادو هم اللي ضربوا السيد.
وباش تعرفوه ضربوه، وموش ضربوه باغ جالوزي وباش ياخذوا ليه القناه المتتبعين، لا باش اللي يخلو لهم تبقى الساحه تزير عاقباتو. ما بغاش يطلق الارض ديالو، الجمهور ديالو بغاو يستعملوا الجمهور ديالو حيت ما غيلقاوش ما احسن منه، الاخرين غير الكوشالة، الاخرين غير الكوشالة. كيعطيوهم الفلوس وتقريبا دابا قريبا غيسدوا عليهم لان ما كيستافدوا منهم والو. ولاد البلاد ديالهم الجزائريين دابا ولاو كيعرفوا باللي كيطعن هذوك شو هذوك الناس كياخذوا الفلوس نتاع الجزائريين، زائد فلوس كياخذوهم البوليزاريو، زائد فلوس اللي غياخذوا هادو ريفا، بمعنى الدمار ديال ولاد الجزائر جاي من المغرب. عقلوا على هادي، الشعب الجزائري غيدمر، فلوسو كاملين كيكبوا في المغرب بطريقة أخرى، والبوليزارو فين هو؟ في الأرض ديالهم، وديك الأرض اللي غادي تمشي غتمشي معاها الخيرات اللي تحتها، زائد الجنوب فين كاين دوك التوارق الارض ديالهم الخيرات، ولا تيجي وجو راكم شفتوهم. راه تلقى يوصل القبيل ولبس ابرنوش لا سامبوليك نتاع لا كولتور بربر، لا كولتور ده مزيغ تنتلوى تنتلوى القبيل فين مع كبار القوم في انجلترا العظمى. شتي فين كيدقوا القبائل؟ ايوا نتحدى هاد الجمهوريين يديروا شي درس على هذاك القبائل اللي ابرنوش، حيت ابرنوش في الثقافه البربريه من ثلاثه نتاع الركائز والمقومات نتاع الثقافه البربريه الهويه البربريه، البرابرو يحلقون الرؤوس ياكلون الكشكش ويلبسون البرنوس. هبط عندهم بالكذا ودير ها وقف شامخ وشتو عمي تبون شبع فيه لاخر البوشان، بقى يعشر فيه ويعشر فيه ويعشر فيه ويقبط ليه في يديه حتى لواحد القضيه وزير الخارجيه نتاع الجزائر غادي يحط يديه على ماكرو والاخر يقول له تب هنا التريتوري ديالي هذا راه. واش هادو اللي غيجيبو الصحراء؟ الا ما جابوهاش الرجال من المرادية بالماكينتوش والعلوم السياسية وطلوق على الارض، غيجيبوها ولاد المغاربة كاع ما شبعوا خبز ارد على القوم. اللي قال الشلح ورا يخلو يان ايت مسالي بنوتي قبيلين، ورا يخلو يان ايت مسالي بنوتي قبيلين. واحد الانسان ما كيريبش خوتو باش يبني قبائل اخرى، انتم الجمهوريين خوانا كتعطلوا لنا السقوط والانهيار نتاع المملكه العلويه، ودرتوا حزازات ومشاكل ما بين المغاربه، ومشاو كيطيحوا في الدب تاع الملكيين باش تبنيو واحد الدولة بتاع البوليزاريو. بل لكم تما كاين الرجال باش يديروا دولة، راه غير وزارة وحدة خاصك 500 راجل، وزارة وحدة بتاع الداخلية خاصك 500 راجل، راه غير بيرو نتاع وزير شحال من كاتب عام وشحال من خبير وشحال من هذا وشحال الحديد وشحال وشحال وشحال. نشوما خونا الجمهوري خاين، وانتوما الاخرين اللي ماشي خونا ايوا خرجوا وجروا خطركم منهم بحال اللي دار ود الجنوب اللي عطى الرجال اللي هو حقيقه. قلت انا ماشي جمهوري، انا ماشي ملكي، انا كنوعي الشعب بالطريقه ديالي، واخا باقي ملكي في دماغه حيت سي كوم سا، ولكن راه بدا وغيتخلى على هذاك التفكير حيت كاين تفكير واحد اخر. اذا غادي نتصنتوا الاستاذ ديالنا اللي هو بدر. شتي باش تعرف واحد القضيه،
حنا كنوعيو الشعب حنايا، حنا عندنا ناس قلال ولكن الناس كيتحملوا المسؤوليه، عندهم اسر واساتذه ودكاتره او 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 هما شكون اللي عندهم؟ الذباب نتاع الجزائر، مليار نتاع الجزائريين راه بحال بحال فلوسهم، الدولار هي 700 مليون الف مليار نتاع الروبل ولا اش عندهم في ذاك البلاد، انا كما كنعرف الفلوس ديالهم، كنعرفش الفلوس ديالهم، من يعتمد على الغير دولة. شوف حنا كنعطيو دروس، حنا كنشرحوا للناس، هاد الجمهوريين هادو ملي كيخرجوا كيلمعوا في الصوره نتاع واحد البلاد متخلفه اللي هي الجزائر، ما كيستافد منهم الانسان المغربي حتى شي حاجه. انا كنسول الناس كنتكلم معاهم، استفدتي شي حاجه؟ تقول لي لا راه ما قالوا والو، تقول لهم راه ما خصهم يقولوا والو. وكيفهم ملي كيخرج حتى شي 3 شهور 4 شهور كي كدوز 70 عام عاد تيخرج، تيخرجوا الاسياد ديالو. ما تنساو شيء، جمهوري يساوي عبد، وانتوما اللي بغيتو تكونوا عبيد خرجوا ريوسكم منهم. المتعاضين او الذين يشيرون، كاين اضطهاد وكاين تعسف وكاين ديكتاتوريه في المغرب، وكاينين المئات ماشي العشرات ديال المعتقلين ديال الراي في المغرب. فانا سجل لي شي حاجه اللي هي حاجه اللي هي رمزيه وكبيره، على انه في الامم المتحده يشير الاسماء ديال المعتقلين، وتيشير على ان كاينين واحد الناس ينادون ب بشيء اخر اللي هي مثلا الجمهوريه. وهنا كيف ما قالوا الكلمه ديالو هنايا، اللي الكلمه ديالو هي غيب خصوص حول الساحه الغربيه، ولكن يشير باسمه وباسم الجمهوريين على المغاربه. هذه الكلمه هذه اللي اثارت الحفيظه ديال الغابه، هذيك هي الحجه، وانا كنعرفها من قبل. علاه من الاول انا قلت ماشي جمهوري ماشي ملكي ماشي، هذيك هي الحجه، لان الجمهوريين ماشي رجال، ماشي اصحاب مواقف، وما عندهمش وزن، ما عندهم والو، هذا بالاسم ديالهم في البلاصه وفي التعاليق عنده هو، ما تهضرش بالاسم ديالي، ما قاريش عليا، ما حسنش مني، ما قطعش علاقات الدوليه، ما تشاورش معاهم، الا تشاور معاهم كلهم بحالو، سي كوم سا. هذيك هي الحجه، لان الجمهوريين لا يرجى منهم شيء. ستوبي 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 ستوبي. على ان تاريخيا وتجي تقول المغيره كانت مستعمره اسبانيا وخرجت ودخلت لها هي وموريتانيا والمغرب من بعد انسحبت موريتانيا، وهذا الخزعبلات اللي نعرفوا حنايا وتنفهموا. والمغرب كذلك تيقول على انهم جايبين هنايا معتزقه وتيخلصوا لهم الماكل والمشرب والوطيلات وجايبينهم هنايا، والحل الامثل الوحيد هو الحكم الذاتي وفقط. كلام اللي هو اصلا معاهم، تيمشيو تما وتيعاودوه، تيمشيو تيعاودوه 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 تيعاودوه. ولكن واش فعلا الدبلوماسيه المغربيه هي عواله على الاخر؟ عواله هي على هادشي هذا؟ هي عواله على التحالفات والدسائس اللي سديها هي في الخفاء، الاتفاق ديال التطبيع، ولا اتفاق ابراهام اللي مع 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 اسرائيل باعاز من الامم المتحده ودول عربيه اخرى، الاتفاق ديالها والتحالف ديالها مع اسرائيل اللي انا صنعته بزاف، ماشي غير انا، تعتبروا على انه حمايه جديده لاسرائيل، لان النظام في ازمه هكذا كبيره. ولكن وفي اللقاء ديالهم هنايا باش تيهضر فسحه والعديوي، و ما تيشيرش هادشي هذا فسحه، ولكن العديوي وهشام، ويصورون هنايا على ان الجزائر هي قوة إقليمية كاينة في المنطقة، وداو واحد السيميلاسيون على أنه إذا كان هناك شي إذا كانت هناك حرب بين البلدين، وفي أي وقيتة ممكن تحدث حرب، فممكن يحتلوا المغرب في 48 ساعة، هذا كلام فارغ، كلهم فاهمين عليها، كلام فارغ. لأن باش نقيموا القدرات العسكرية ديال المغرب وديال الجزائر وهادشي هذا، نقدروا ما نستطعوش نقيموهم، ما نستطعوش نقيموهم. وهذه الاشياء اللي هي نقدروا نقولوا حنايا اصلا سريه، ممكن تلقى العسكر ديال الجزائر ولا ديال المغرب غير متمرن على انه يكون في حرب،
ربما تلقى كاع دوك المناورات اللي تيديها وساعتبر انا هذيك السينما لا اقل ولا اكثر سينما وفقط. بحال اللي تنشوفوا حنايا التعليم ديال المغرب، انا ماشي اتكلم على المغرب ولكن لانني اعرف المغرب، اعرف المغرب ونعلم بنظرة من الاعلى تنعرف على ان الجزائر دولة ديكتاتورية وعلى انها ما تفرش. نقدر نمشيو نشوفو مؤشرات ديال الاقتصاد، ديال العملة الجزائرية، ديال الحياة اليومية ديال الجزائريين، على الأقل من فيديوهات، ماشي من فيديوهات ديال البروباغندا ولا ديال المغاربة اللي تيشدوهم ماشي باش يلطخوا ويشوهوا الصورة ديال الجزائر، ولكن من السهل تقدر تمشي تشوف باش تعرف شنو هي، باش تعرف الجزائر. من السهل، أنا ماشي تندير باش نسول الجزائر، ولكن على جميع الأصعدة، على جميع النقل في العاصمة، في المدينة، حالة الشباب، حالة التعليم، حالة كل شيء، حالة كل شيء. تيبان وتتضح على أن المغرب واكل عليهم العصا، واكل عليهم الدق. وكيف ما تيبغي المغرب تيبغي يدير، تيبغي يقيم راسو مع الجزائر، ما تيبغيش يحيد هو من المعادلة على أنها دولة بترولية غازية. صعيب تحيدها، ولكن راه المغرب عنده شراوات. المغرب هناك تراوات، عنده تراوات مدنية وتراوات بحرية، كاين عنده تراوات. يعني هنايا ماشي باش جاي باش نلطخ دابا حاليا صورة الجزائر ونقول ندير هذا العمل ديال البلطجة، لأنهم تيصوروا شيئا ما، بحال الجزائر هي دولة محترمة، الجزائر ماشي دولة محترمة. هذا ما تيلغيش الكلام اللي قالوا، 90% ديال الكلام اللي قالوا. الكلام الوحيد الذي اختلف فيه وهو نية التصوير على ان الجزائر قوه وغادي دير وغتفعل، ما عندها ما دير، ولا دخلت مات جهه هذه والجهه هذه، اش غيوقع؟ ما توقع حتى شي لعبه، لان بتحليل البسيط وبتحليل بزاف ديال المغاربه تيعرفوا على ان ما يمكنش تكون هناك حرب الا لكانت بموافقه الدول العظمى، راه هي من تتحكم، واللي غيبدا شي حاجه وما عطاوش الفوفير يجيو يهبطوا عليه بشكل سريع، يجيو يصيفطوا ليه الدرونات ولا طياره ولا اف 6 ولا شي حاجه ويحرقوا الزمر. فهذاك تيبان لي على انه كلام ماشي هو، وهذا الكلام هذا ديال ان الجزائر قوه عسكريه ومحاصره المغرب وهادشي، هذا عسكريا هذا غير هذا الكلام غير تيشوفوه غير المغاربه، ماشي الجزائريين تيشوفوه، المغاربه تيشوفوه صافي غير المغاربه. شنو تيبين وشنو تيقول؟ الله اعلم. كيف ما تيقولوا بزاف ديال الناس، ما تتعيش على ان دابا حنايا ضد النظام المغربي وعلى وحنا نحارب الديكتاتوريه وماشي معاها وغير متفقين وما راضيينش بها، وتنشوفوا على ان يجب ان يكون هناك بديل، وعلى ان المغرب تايمر من ازمه على جميع الاصعده، على جميع الاصعده. والمخزن قبل اكثر من اي وقت تيبان على انه حاليا هش، والاوراق ديالو مبعثره، وتنشوفوا الحاله ديال محمد السادس والخروج ديالو اللي ما كاياش، وما تيخرجش كيفاش هو مريض، هو حاليا غير قوه جهه، وهادشي كله تنشوفوه متفقين عليه والناس تتهضر. ولكن في نهايه المطاف، نهايه المطاف اذا ما كانش شي انزلاق شعبي، واللي غيكون واشنو الشعب واش ممكن ليه يتحد ويخرج شي ورقه ويخرج شي كلام اللي هو جوهري ومحوري، راه ما كاين والو، ما كاين ولا شيء. وهنا في المنطق ديال جمهوريين، بغينا جمهوريه، واه جميل جميل جدا، عندنا قائد، شي واحد مثلا يتواصل مثلا مع علي امل ويشوفوا مثلا اشنو تيقول هذا السيد هذا، واش السيد هذا احمق، واش السيد هذا قد يكون على قد يكون قائد، واش السيد قد يكون رئيس، كاين شي حوار في الصعيد هذا؟ لا ما كاينش، ما كاينش. عرفتي علاش ما كاينش حوار؟ كلهم راه عندي كلهم عندي هنايا باسماء مختلفه، كان واحد اللي كان كيدخل بالاسم ديالو، واحد فيهم كان كيدخل بالاسم ديالو وكان احترمه ومشى بوحدي، ما عملش سبيتو ما حتى شي حاجه، لان على اسباب، على واحد الاسباب اللي هي ما نشرحها شي، واحد فيهم كان كيدخل واحد الوقت. انا غادي نحكم البلاد، فهمتي؟ اقما انا غادي نحكم البلاد، ما يمكن ليش نمشي مع شي واحد
سيس بدا التنيخ، عرفتي اش كنقول؟ انا بغي نحكم البلاد، ما يمكنليش نمشي مع شي واحد يهبط ليا السروال. انا ما غنعتمش على الجزائر، وانا عارف الجزائر غدا طايحه، الحكام ديالها غدا طايحين. الجزائر ماشي دوله، عباره واحد النظام، ناس حاكمين البلاد، اون مافيا. كوم توت مافيا عندها واحد لافان تراجيك. راه المعضله فين كاينه وما بغيتوش تفهموها شي واحد من الجمهوريين، كان هاد السيد اللي كنهضر عليه كنت كنحترمو، لان كان واحد الوزن مزيان كبير في عينيا، حتى مشى مع الجزائر. ملي مشى مع الجزائر، ما ملي كتمشي مع شي دوله معينه ما كتبقاش نتايا كتنتج، هذيك لا كرياتيفيتي والخلق والابداع كبتوه وغرقتيه بالدولار. الور فلاش ديالك انت ما محتاجش للدولار، فهمتيني؟ راه هادو ما يمكنش يخرجوا، حيت هما خدامين عند واحد المجموعه ديال الناس. راه الا طاح النظام الملكي راه طاحوا العسكر. راه اشرح لكم، هادي دار هنا، دا هادو عندنا جوج ديور، هادي الدار تاع محمد السادس العلوي، هادي الدار تاع العشكريه. هاد الديور بجوج كيتخربوا، راه الا طاحت هادي الاخرى طاحت، طاحت هادي الاخرى طاحت، حيت وحده متكيه على الاخرى. راه بحال واحد السنسله، بحال الياجور، ياجورة فوق ياجورة. الياجور تيكون اسمنتي، كتسيمونتي الياجور، كضرب ديال الموسيما، وخص ديما تجدد لونتروتيان. هاد لونتروتيان تاع هاد الانظمة بجوج ما دارو شي، حيت اللي كانوا هما اللي بقاو. كيف يعقل جنرال تطيح عليه السروال وكيدير لي كوش ولي بابوش، وباقي عنده 80 عام وباقي حاكم؟ الجنرال اللي ما كيلقاش شي جميترو راه ماشي جنرال. ملك اللي ما عندوش الجنرالات المفكرين والفلاسفه ماشي ملك. هادو قتلوا رؤوسهم من الداخل. علا قلت لكم هاد جوج ديور اللي كيتريبو، عطيهم التيشار غيتريبو عليكم. راه اي واحد بغى يوقف هاد جوج الانظمه هادو غيكون ضحيه ديالهم. علاش انا غندافع على النظام الجزائري وولد هذاك مجوج ب راجل في باريس، كنشوف ما عندوش قيم اخلاقيه. الجنرال كتكون عنده قيم اخلاقيه، كيدق مع الصباح هو الاول، وكيحضر العلم، وكيسمع طا 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 ها، وكيعطي اوامر، عاد كيمشي يفطر. هذا هو الجنرال، وكيعطي ولاد صحاح واقفين، وبناتو كاع بحال هكا كوم ان شول دارمو نتاع الثلاثينات. دابا بنتو مسحوقه، ولدو مجوج، واش كتعتقدوا بهادو غيديروا حرب؟ إلا حرب غيديروا مع من؟ غيمشيو يتلاقاو في الصحراء ويهرسوا الحدود ويعاودوا يشريو من هاد الاسياد ديالهم يشكو، ويقولوا ها مقادة 75. هذاك ماشي ملك، هادو انظمة سالاو. وهاد الدراري الجزائر اللي كيخدموا الجزائر هما اللي كيخدموا البلاط. ياك انا قلت غادي نتوما بغيتو النظام يطيح، وانتوما باغينش تحكمو، اذا نحكم انا ويحكم الجن لك حل، غير يطيح النظام. وانتوما بغيتو تجيو عندي علاش؟ حيت ما بغيتوش النظام يطيح. انا نقول لكم واحد القضيه وغادي نوعدكم، ما عمري ما قلتها لكم، انا غنحكم البلاد. ونقول لكم واحد القضيه، ما نهبط نتاع الطياره تبدل الدرابو، غيهبطوا دين ربهم الدرابوات في المغرب وفي جميع السفارات، يكون دين ربو شي سفير في شي بلاصه وما يهبطش الدرابو، هادو حدين من الطياره. غادي نبدل لا كورونسي ولا اسم دينهم بالشيحه، الفلوس غنبدل دين ربهم. النشيد الوطني انا ما حافظوش وما كنحفظش داك النشيد، غنبدل ديني ما ديك الرايه غادي نبدلها، باغي يكون فيها لا الله لا الوطن لا الملك. شتيها؟ شي كومسا، وغنسد الديوانه وغنسقف البلاد، والله ما تدخلوها الجمهوريين حيت نتوما خوانه. راه الخيانه ماشي هي الخيانه نتاع الملك، الخيانه هي الخيانه نتاع الارض اللي كتفرق وكتساعدو باش تفرق.
هذا راه خيانه. فكروا معايا، الصحراء غيديوها صحراوة، اه، و الريف يديو الريف، وغدا غيمشيو الملكيين، يمشي الملك والملكيين، وهاد الأرض قداش غتبقى تولي صغيرة؟ غتندمو ولا ما غتندموش؟ غتندمو. إذن فكروا ورجعوا باللور وقولوا راه ما كاينش الرب ديال الربوبية، ديال الربوبية نتاع شي ولد اللي غيحكم ديك الأرض قد عليه ولد عكاري، وديروا خير فريوشكم، راه هاد 4 دراري اللي كيعطوكم راه غير 4 دريال، راه غير فوتوا البحاير وغيبقاو المعايير وغيكتب عليكم التاريخ بلي راكم خوانا، وتبقاو غرباء. وسيروا للجزائر راه ما تخرجش من الفقر ديالها. جوج ديال الاجيال الجايين ها انا هانتوما غيعيشوا الفقر. اتسد الحرب نتاع اوكرانيا، ما عند الناس ما يديروا بالغاز نتاع الجزائر، تبدل القوانين الى طلعت اليمين المتطرف، واليمين المتطرف راه زوين للملك والمغاربه، يعترفوا لهم بالصحراء ديالهم، وتزمت الجزائر وغيتقطعوا عليها البيبان وغيصدقوا ضيعوا 50 عام من العمر نتاع الشباب ديالهم والتعليم ديالهم والبنيه التحتيه ديالهم، و البوليزاريو يعيش مخيار مع راساتو كيطلع في الطيارة عسكرية، وكيجيب الطونوبيلة عندها 25 30 عام يدخلها للبلاد، ولد البلاد ولد الجزائر ولد باب الواد، خص تكون فيها 5 سنين بمعنى غالية، ولاد الجزائر العاصمة دي حيطاس متكين على الحيوط، ولاد البوليزاريو عايشين مزيان. إذا الفو با ديكوني، راه اللي مشى مع الجزائر واللي مشى مع الامارات واللي مشى مع الملكيين، وهذا مولاكم هشام راكم مشيتو في خشام مقطعه، راه باقي ما بداتش المأساة ديالكم، باقي ما بداش الدمار ديالكم، اقسم يمينا بالله الى انا اللي حاكمها، اقسم يمين ثلاثه ما تدخلوا ليها، راه ما تدخلوش للبلاد. انا راه ما كنامنش بالله اللي كتامنوا به، وما كنامنش بداك داكشي اللي كتامنوا به، راه علي واحد اخر، راه عالم واحد اخر جاي، سياسه جايه، علاقه دوليه واحده اخرى، هذاك اسم هذيك اللي في نيويورك نتاع روتشايلد، جبت زبون نقول على دين ما انايا، يقدر شي واحد يقولها فيكم، الامم المتحده جبت زبي ونبور على الامم المتحده، انا ما كنعترفش بالعلاقات الدوليه، انا ما كنعترفش بالمواثيق وبالدساتير، اوكي، سنين عدده ما خلو فين ما مشوش الفلسطينيين خداو شي حاجه وكيضربوا القرطاس، ما تقدرش ديرها الجزائر ولا بوليجاريو، مرعى فلسطينيه درت لهم اوليما وفي السماء، درت كيدنابير طياره في السماء ليلى ولا سميتها الله يرحمها، شتي هبطوا في ميونخ في يوم طلع المان الالمان، دابا كاع الزوم والقحاب دخلوا لالمانيا، تحية نضالية لخوتنا اللي في المانيا و أمينة ولا نجاة العلوي، أم سو سوري، إيش اللي بيديش هادشي كيطلع الدم، ما خداوش مساكن حقهم، ما عمر المحاكم نصفوا شي واحد، جامي، المحاكم داروا غير المجتمعات الفقيرة والضعيفة. 68 عام وكيمشيو لنا الحقوق ديالنا، خدينا شي حاجة، خدينا والو، ما عندناش استقلال وما عندنا والو، نمشي أنايا ندخل الأمم المتحدة مع من نجلس مع الأفارقة وأردن القوم، الناس سدات على العالم برمتيه عامين وضربوا لدير أمهم الشوكة وقالوا بطريقة علمية وبطريقه علميه، وما كاين لا علميه لا حتى شي حاجه، وقع شي حاجه في الدنيا لا، هذا هو الباور. انا كنشوف زامتي العالم وضحك علي انا غير الزبن والقحب اللي كيمشيو لتمانيا، انا كان واحد الفرنساوي واحد النهار بالليل مشى 4 ديال الصباح وكان تيقلب على الكوكايين في نيويورك تيني، وكان عنده عكاز وهم يضربوا به شي
ديال لاتينو امريكا كانوا يدوا لي فلوسو، انا ديزو داك الشيء ويقول لي اه شاري داك الشيء ويعيط ليا، هما شي سته ولا سبعه ما بين امستردام وكولومبيا وكولومبوس، ما بين كولومبوس جوج تاع الشوارع بين كولومبوس، وكاين تما البروجيكت من بعد داك السكن الاقتصادي، وساكنين فيه غير لي لاتينو امريكا مع لي زافرو امريكا، 20 ايطاج وكل ايطاج فيه 20 ابارتومو، بمعنى عماره فيها 400 عائله، وقطوه في 4 ديال الصباح، هو بغي الكوكايين دريم، والدري صحيح، ويقول اه سير سير وداك الشيء، وانا نوقف، قال لي تي راه بغاو يكريسيوني ويدوا لي فلوسي وداك الشيء، وانا نشوف فيهم، قال لي جو جو هوم جو هوم. قلت له منو نحبسوه؟ كيهضر بحال هكا ويقول لي وراي كمان فرم، قلت له انا مغربي، قال لي سيل تو بليز سوي فرونسي وداك الشيء، ود لا بوليو دو باري. قلت له هي ستوبيت. قلت له اش وقع؟ قال لي راه بغيت نشري الكوكايين وداك الشيء وراه بغا يهرفوا عليا، بغاو يحيدوا لي البلاصه، دخلت خلف واحد الشكوار مظلم. قلت له ديري يماك ما لقيتي فين ندخل فرنسا؟ قال لي ها ما كاين ما كاين. وقفت معاه تباعوا ليه، دابا كانوا غيديو، دابا عندهم السلعه وبغاو يديو ليه السلعه والفلوس وكل شيء. ملي مشينا هو هز العكاز ولكن ما كيعكش به. قلت له هي بول مي بوكو تا با يوتيليزي هاد العكاز اللي عندك؟ هو دير بحال ها في وسط العكاز كاين السيف. قلت له راه كانوا غيفرشخوك، قلت له راه غيدوروك، قال لي راه ما قديتش نضرب، قال لي راه كثار. وبدينا كنتكلموا داك الشيء، مشينا لواحد البلاصه جلسنا فيها، وانا كنت خدام في واحد الريستورون في واحد البلاصه، كنت انا بحال ديالشي، جا واحد اليوناني قال لي راه الا بغيتي تخدم في الامم المتحده، تقول لكم هادشي واحد 20 عام، قال لي نخدمك في الديبارتمون ديالنا حنا سميتو، قال لي راه كاين البنكة وتجي دير لونجلي تمانية، قال لي كاين كلشي. قلت له ما كنخدمش عند اليهود، عند الصهاينة. بقى كيضحك قال لي راه نخدم، قال لي راه ونعت لي الخدمة ديالي باسكو بقى كيجي عندي وداك الشيء. تيقول لي يعني غير دير لي السي في ديالك، غير دير لي السي في وجاب لي غير عنبر، قال لي ما تخاف قال لي تجيو، قال لي تخلص بالدولار وداك الشيء، وكان غيدير لي واحد السيرفيس تاع الاحصائيات والحرب في شي بلاصه تمشي وحسب شحال من واحد مات وشحال من واحد ما ماتش. قلت له انا ما كنخدمش مع الانظمه بحال هكذا، هذاك والو شتي راه في الارض ديال الميريكان، العالم كامل كيعطي حقه الا الميريكان، الميريكان ديما 15 20 عام ما غتعطيش حقها، حيت داك الشيء ما شتا شي حاجه فهمتيني، والو داكشي غير زيغ النار فهمتيني، الحق في فم المدفع ماشي في الامم المتحده. كيعمروا الوقت بعباد الله بالشعوب المتخلفه، دايرين بحال انهم ما شافوش هذا الشيء هذا ولا حتى ما كاينش، ولكن هما شافوا عالي امالو وشافوا هذا الفيلم هذا ولا هذه الفكره ديال الحكومه المؤقته، لان حنايا ماشي لابد خصنا نجلسوا باش نمشيو نجدوا الكلمه ولا هذه باش نديوها للامم المتحده، الا مشات شي واحد دار هادشي هذا اللي هو مجهود كبير وجبار كبير وجبار، تيقول لك هو على انه مشى هو مشى بوحدو تينفق على راسو ولا هذاك مزيان الله يسخر جميل جدا، ما يمكنش لينا نجيو حنايا نتهموه، وحتى الا كان شي طرف تتخلص عليه، اذا كان شي طرف ممكن اذا كان شي طرف تخلص عليه، ما تيعيش على انه هذا خيانه خيانة للشعب المغربي، علاش على انها خيانة؟ خيانة للشعب المغربي، انا ما عرفتش انا واش كطرف ممكن جهات يمولوا لي هذا السفر ولا هذا قانونيا ما عرفتش، ولكن اذا كان واحد الجمعية اذا كان واحد الجمعية ولا فونداسيون ولا شي حاجة الاهداف ديالها ما عارف شنو تدافع عن المعتقلين وعلى الناس المضطهدة في المغرب وعلى هذا البديل اللي تيشوف راسو في المغرب والجزائر بنفسها او البوليزاريو او حتى الشيطان بغى يعطيه فلوس قانونيا يعطيه فلوس قانونيا ندخلوا ليه الفلوس في الجمعيه ويغطي بها السفريات ديالو والنفقات ديالو باش غيمشي لهاد لهاد الاماكن هادي، يعني انا مثلا هادشي هذا كله اللي قلت راه مثلا نقش من داك الكلام اللي قال راه عيب عار انسان يدافع على هذا النظام تاع ديال الجزائر.
عيب وعار. فظرف 10 ايام العشر السوداء النظام الجزائري قتل بدم بارد 4 مليون ديال الجزائريين، قتلوا ولادهم، قتلوا ولادهم 250 ألف. واش عرفتوا شنو 250 ألف؟ راه 100 قتل 100 راه بزاف، 250 ألف تقتلات. علاش؟ حيت قالتها لهم ماما فرنسا. داروا انتخابات وعباش المدني كان غيدوز في الدوزيام تور، وفرنسا قالت لهم لا، ومات فيها 250 ألف، 4 مليون. واش اللي قتل الابناء ديالو؟ دار جريمه ضد الانسانيه في الارض ديالو. جينا نجلس معاه في الطبله، راه الا كنت ضد الظلم والفساد تكون ضد الظلم والفساد، راه الحريه والعداله والمساواه بحال هادي ما كتمشي نيشان، ما كتزيغش عليها، ما كتخرجش عليها، ما كاينش زيكزاكي. المبادئ نتاع الرجال ما كاينش زيكزاك ضد الحسن الثاني ومحمد السادس الله يرحم ربهم نتاع 65 نتاع 58، هادي اللي دارت هنايا في التسعينات، راه بحال بحال 58 طلعت الطياره كتقتل في سميتها 65 قتلوا الناس اللي داروا العسكر نتاع الجزائر. فين كاين تما الفرق؟ أنظمة كتقتل الأبناء ديالها، تيقتلوا في المنطقة حيت المنطقة خاصها تبقى شكون هي الحاكمة؟ هي ماما فرنسا. راه غير كتهضر بالإنجليزية ولا الألمانية، راه ما تخدمش في شي حاجة عالية في المغرب ولا في الجزائر. خاص تكون ولد ماما فرنسا. راكم شتوه ولا ما شتوه شي؟ ماكرون قبطو كيعصرو وكيبوش فيه ويعلن فيه ويطلقو ويقبطو ويديه. راه الشيل بلاطين بلانيتير كاع العالم شافها، راه معمرها دارت في التاريخ نتاع السياسه، راه عند الغرب العبري المسيحي ما كيتقالطوش الرجال. السؤال اللي كيتطرح، من يكون تبون؟ هذا هو اللي كيكون العقيده ديالو الديانه ديالو. السياسه اللي خصو يتقال، هذا هو السؤال اللي خصو يطرح. في واحد الفيديو واحد اخر، في واحد اللقاء واحد اخر معاه ماكرون ضرب ليه على الترمه ديالو، ماكرون حط الكف ديالو على الترمه ديال تبون ودور وجهه وشاف الكاميرا وهو يغمزها، بمعنى هذا في ملكي انا رب هذا البلاد، هذه البلاد، هذه راه غير الدومطوم تاع فرنسا، هذه الحديقه الخلفيه ديالنا احنا في فرنسا، والعوامل كتخاد في شونجيليزي وحنا هما اللي عندنا جيكو ميكو. باردون على طول سيكم سا رئيس تاع البلاد غادي كيجري فين غادي اصلا؟ ما كتصلح ما حتى شي حاجه، خطا واحد باغي يجيب لكم ديروا الصناعه حيت ما كتعرفوا ليها شيء. اه واش غادي دير تمانيا الجيشات؟ علاش ما داروها شيء مع الرئيس نتاع موريتانيا؟ يلا علاش ما داروها شي مع الرئيس نتاع تونس نتاع السودان؟ علاش ما داروها؟ لان في العلاقات الدوليه والدوليه والمدوده كاين السيد وكاين العبد. السيد دائما تيبغي يوري للعالم بلي حنا استعمرناهم وحنا باقيين نستعمر لهم وتبعيه وغيجي عندنا هنايا. اش استفد الشعب الجزائري ملي مشى ورجع تبون؟ جاب شي شركات عظمى، جاب البيجو، جاب السيتروين، جاب الرونو، اش جاب؟ مارسيل داسو؟ ضحكوا عليهم واحد العام، داروا لهم واحد الشركه كيشربوا فيها لا موطارد. واش انا محتاج نديروا زين باش نصوب لا موطارد؟ ونمشي انايا نمثل هادو في وفينا مولد الصحراوي؟ علاش ما يديوش الصحراوي ديالهم اللي هو صحفي هذاك اللي كان حتى هو ملكي اسمو ولد بنون
ولد واد نون اسمه هذاك ولد قلميم هذاك الدري كان عنده الشعر ملي كان في الرباط اه كان جو مزيان وكيضرب اللعاقه كاع الشعر طاح ليه مسكين حتى هو يا. اسمه رضا الليلي كانوا يسيفطوه لتما هو ولد الصحافه وما غيقراش في الورقه غادي يعقل على النقط واحد قبط ورقه وتيحفظ فيها شد شد المستوى هذا شد 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 نحتاج الامم المتحده نقرط الورقه وقرا عليهم ثم غنقحبوا الزوامل الحكم ديال العالم ديال ربهم النعاس ديال امهم جي با بجوا ابدا غنقبط الخطى النقاط ديالي واحد جوج ثلاثه ها مو غادي نحطهم وغادي نوقف انا ما نقولش لا نوقف باش نبيل دين ربهم انا على ود عكاري ودير هكا ونقرا على دين ربهم وجي وقع دين امهم شكون حاكم العالم غير الزوامل وتو ورقه تيطفو وما كيحترمش لا بونكتياسيون ما كيعرفش الفاشيدا هذا النقطه انا كاع ما عرفتش فين بداو فين شالا سيرو عرفتي سيرو تقراو شي شويكيكا سيرو تقراو وسيرو قراو واحد القرايه اللي تعطيكم الانفه والعزه والكبرياء وما تولدوش الاولاد حيت حبسوا واحد 50 ما تولدوش الاولاد حيت في الدم ديالكم العبوديه شتي نتوما الجمهوريين في الدم ديالكم العبوديه وجبتوها منذ الازل راه هاد العبوديه اللي فيكم راه ماشي نتاع اليوم حيت درت لكم واحد الدراسه اه لقيت العبوديه فيكم قديمه بحال المهداوي شتو تحفه هذاك تحفه والله العظيم الى راجل عليكم اقسم يمين ثلاثه الى تحفه راجل عليكم وكانت ما تحفة راه بلا ورقة أين عجدين مول الميريكان كاملين بحال المنشار هبط واكل وغادي واكل مخرج عينيه بتاتا تنقول على أن كامل كتب 90% متفقون عليه غي هذا الانحياز الكلي لا مشرط مع الجزائر ما تيبانش لي أنا زعما شخصيا ماشي باش ليا لا سيما حتى عندي واحد شويه ديال اليقين على ان الجزائر فقط تناوش وهي في نهايه المطاف صديقه ديال النظام صديقه في استراتيجيات الكبرى صديقه في الخيار اللي بغاو يفرضوه الوحيد ديال المنطقه ديال واحد الشهاده ما ديال عباد الله راه كاينه في الجزائر حاكمه واحد الشهاده ما ديال عباد الله تقول كنت تستعمل لك نفس الكلمات حتى انا باش نهضروا على الجزائر المغاربه واحد الموضوع حساس ما نجيش نستعمل عليهم واحد الكلمات وما نستعملهمش على المغاربه الا بغيت ندعهم بالكبانات وهذه راه تندع حتى المغاربه يحكمونا الكبانات محمد السادس ولا امم معاته ما هي كبانات عند واحد اخرين تحكموهم في الجزائر واحد الشهاده ما ديال الناس محتكره التواج والناس تعاني في نهايه المطاف لانها دوله بيطاوليه وما عندها ما عندهاش شي تنميه عندها الخضره هي تفلاحه المغرب عنده تاول الخضره هي تفلاحه دول فاشله بجوج دول فاشله كاين جفاف في المغرب واستراتيجيات ديال النظام الهلكي وديال السدود وديال داكشي كلشي فاشل كاين الجفاف حاليا حتى في الجزائر بداو تيديروا حتى هما لقاو البديل وهو تحليه ماء البحر المغرب حتى هو البديل هو تحليه ماء البحر المغرب عنده عجز في الميزانيه ويستدينو من الخارج راه سيلجاو اليها ماشي لازم تكهن عليهم ولا بغيتهم يمشيو يستادنو راه البنك الدولي كان يمشي عليهم هذه سنوات باش يمشيو للاستدانه والدينار الجزائري راه منهار وهذا كلام اللي هو معروف ماشي كلام ديال السوق معروف على ان الدينار الجزائري تساوي بكثر من 70% في السوق السوداء على الثمن اللي داير عليه البنك المركزي هادي هي الرؤية ديالي أنا اللي بان ليا في هادشي هذا حاول نتكلم بواحد نضبط الكلام ديالي بان سئل تا واحد ولا هادي وكيف ما تنقول فقط رمزية ديال أنه مشات تما وتيقول راه كاينين واحد الناس يطلبون بالبديل بالرغم على أنهم شايفين هادشي هذا راه كاينين تقارير ترفع وراه كاينين مباخرات وكاينين الناس اللي تيعرفوا الاعلام وكاينين الناس اللي تيراقبوا جميع منصات التواصل الاجتماعي من كاع الدول العظمى وتدير تقارير على كل بلاد وتتعرف اشنو اللي ضايع وما يوجد في ذهنيه عباد الله واش كاين مشاو الناس الشباب المغاربه اللي هما من المؤسسين ديال هاد مشاو لديك البلاصه 50 عام وهما كيمشيو ومعروفين
وعندهم علاقة مع ذاك الأرض، عاشوا فيها وسووا فيها وما جابوا حتى شي حاجة، غير مشي واحد الإنسان أنكونيتو مجهول من يكون لا شيء تيمتلشكو راه دا حكا راه كان تما دي واحد العامين يمكن ولا عام ونص، وقفوه قالوا انت اصلا ماشي مغربي وما كتمثل حتى شي واحد، وقفوه وجروا عليه، وقفوه وجروا عليه، وقفوه وجروا عليه، وديك التوقيفه اللي وقفوه وجروا عليه غادي يقولها ارجع لها رجعوا لها غايقولها بالقزيز، وغتكون ما بين سميتو النقطه اللي غادي تفيض الكاس لان غيتحملوا عليها واحد المجموعه نتاع الجهات، لان الضربه اللي تضرب سميتو راه كانت صعيبه، هو سي با جان باكارور هذا هو العيب ديالو، ماشي كان نصف هاد الدراري هادو اليوم يكونوا باقيين في السجن، وشي وحدين فيهم تحيدوا لهم الجنسيات وكلهم غيرجعوا للفقر، ما سي با جان باكارور. حاجه الا ما رجعتش على الارض بالقرطاش ما غتجيبهاش دي بلا بلا فهمتيني. الجنرال شنقريحه في الوقت اللي طلع وتهدد والاستراتيجيه تيهضر على الهويه وداكشي، هذيك هي الدلاله على مستوى عالي في الجزائر انهارت هذيك المنظومه الحاكمه اللي مات فيهم ولدو ما غيحكمش غير عساكريه وتساطحوا معاها، هذا هو الفرق. العلويين عندهم واحد المجموعه نتاع الناس يخلفوهم وتبقى العلويه غدا، الجزائريين شكون هادوك؟ تبون ولدو في السجن على ولد الكوكايين، هذاك ولدو راه مجوج براجل تمانيه وعاد كاين المعارضين على برا نتاع الجزائر وما عندهمش جبهه داخليه، هنا حرب غيديروا مع من؟ خرج وبقى كيهضر على اليوتيوبرز شتوها؟ شي ناس ناشطين واش كاين شي ناس يطالبون بشي شيء في المغرب والمنطقه كامله ديال شمال افريقيا هي كاين عليها اعضاء وكاين عليها اعين، هذا ما هذا الشيء اللي انا اؤمن به، يعني هما تيشوفوا واحد الناس تطالبوا باشياء اش يشوفوها متعلق ديال الناس، كاين التولات وكاين المنصات تدير لك الفيلتراسيون ديال ما يجري ويدور في التعليقات ديال يوتيوب، شنو هي المواضيع التي تستهلك، شنو هي الفئه العمريه اللي تستهلك داك الشيء، فين كاينين واش داخل المغرب او خارج المغرب، كاينين المنصات اي واحد ممكن يمشي يخلص هاد المنصات الشهريه ديال هاد المنصات ويدخل ويستعملها اللي هي ادوات تقدر تفلتري لك هي المعلومات شنو اللي كاين الداتا ديال ما يجري ويدور في ديك المنصه، فالدول العظمى ومنها امريكا راه تستعمل هاد الادوات هادي واش تعرف شنو هو اللي كاين، تعرف شنو اللي كاين، وهادشي هذا ماشي غير على ان تقول لك الكلام اللي قال تما لا قيمه له، رفعوا له القبعه وتيبان لي على انه غير واحد الانسان صادق، يعني الكلام اللي قال والحكايه ديالو على انه كان في الامارات ومن شاف الاضطهاد ديال الهلاكيه لابناء الريف وقال على انه يجب عليه ان يتحدث، هذا الكلام هذا يمكن لي انتم باش احنا اي واحد نشوفه نقولوا الا هذا انه مشري ولاد مخلصين اولاد، يعني كاين اللي غتشبه لي على ان باش يدخل هو في الشؤون ديال الجزائر ماشي شغله هو، والعدو ديال العدو هادشي هو اللي كنت نقول حتى انا كنت نقول هادشي، هذا العدو ديال العدو ديالي صديق، ولكن انا تيبان لي وتيتضح لي كيف ما ناس واحد اخرين على ان الجزائر ما غاديش تدعم الشطاح اللي غيكون هذاك الخنجر اللي غيدق في العنق ديال النظام، والطرح اللي قال عليه امالو ديال الحكومه المؤقته يبان لي هذا خنجر قدو قداش، خنجر قدو قداش في الشكلانيه ديالو، خنجر قدو قداش، لان غدا وبعد غدا الا قى الشاعر المغربي خاص يولي شي ضوء على ان كاين هناك بديل، المغربي شنو يقول لك؟ شكون اللي غيحكم؟ راه هو مشى الملك شكون اللي يحكم؟ هذا هو الكلام اللي تيقولوا شحال هذه الكل ما كاينش اللي يحكم،
لا كاين اللي يحكم، واش نقولوا حنايا كاين اللي يحكم؟ الفكره ديال علي امالو هي في فكره هي ابعد بكثير من علي امالو. كما تيقولوا كل ما كانش عويطه ما يجيش الكروج، وكل ما كانش عويطه ما يجيش الكروج، ما يجيش غريب اللي دار ماراطون ديال واحد الاولمبياد، ما غيعطيش هذا النفس للمغاربه على ان بامكانهم كيف ما قال علي امالو على انه يريد ان يحكم، يريد ان يقود، ما يزعم ناس وحده خير على انهم يبغيو حتى هما يقودوا، وهذا الشيء هذا سيتري الساحه يعطيها واحد تاع. ولكن اللي بغى يقود غادي خصو يخرج ويهضر ونشوفوه، هذا هو السبيل الوحيد، هذا هو السبيل الوحيد، لان النظام ماشي يضع صبعو. هاد الجمهوريين هادو ما عندهمش تكوين، ما عندهمش الجرأة، حيت عندهم واحد الحاجة ناقشاهم، تزادوا أبناء الفقر، ما تزادوش واحد الوسط فيه قيم أخلاقية، باش ما نقولش هضرة خايبة، عبارة خدامين بهم المخابرات، وغيلوحوهم بحال كاع اللي تلاحوا رجعوا قراو الدريد المخابرات ديال بصح ديال بصح ديال بصح ديال حربهم من السانكيام ايطاج في لوطيل من لندن. الدراري مصريين واخترقوا هذوك كانوا الدراري جواسيس نتاع بصح عندهم تكوين، واخترقوا المخابرات نتاع الموساد، وكيدخل بادم المكتب ديال المرأة اللي سخطات على محمد على الحسن الثاني، سخطات عليه غولدا ماير من المكتب تاع غولدا ماير، وقالت وتيهضر مع واحد اخر في المكتب تاع ديال سميتو ديال جمال عبد الناصر، وكانوا ناس جواسيس دوبل، وعشنا على عشت مع هاد القائد تاع دوبل في المانيا، الدر كيخدموا مع جميع كيبدو عنده غير معلومه، ما طاح على معلومه وتعلم وتبيعها لهذا ويبيعها لهذا، تيتا الاخر غير تيقبطوا تعرفوا معلومه. انا شفتهم عرفتهم مدرحين، وعرفت المعضله منين جاتهم بصراحه مزيانه، ماشي ولاد الاصول، ماشي ولاد الاصول، ما يقدوش يخرجوا ويقولوا من انا كون، ما عندهمش اصول، ما عندهمش شغل الاسماء ديالهم والهدام تاع راه ما يمكنش في العائله نديرو ماشي المخابرات كتحط يديها على شي واحد عندهم الملف ديالو، راه اللي عنده شرف بالعالمي بالرضا بالكرام تريو الديور الكبار وعندهم اصول وعندهم النسب والحسب، ما يبغيش الاسم ديال الاسره ديالو يتلطخ، راه بحال الا عندك داك الجين 501 ولا عندك شي مكانه سميتها اسم هذاك سوليكس ولا بوجو ولا رولكس، هادو سميات الكبار، كيجي شي واحد في الشينوا في واحد الكراج كيدير بحالهم، كيمشيو كيجمعوهم وتيهرسوهم بالتراكتور، خص لا مارك تدفع على مارك ديالك، الناس بلاد الاصول كيدافعوا على الاصول ديالهم، ما تشريش بالفلوس حيت عنده اصول اللي ما عندوش اصول، راه ملي كتشريك الجزائر تما كتبان بلي انت ارخص واحد في السوق ديال العبيد، كيف يعقل تشريك الجزائر وهي تاريخ ديال الجزائر تكون عندنا في وجده، الانقلاب الاول اللي غيديروا بهم ديالنا راه داروا من وجده للرجال في وسط، عاد غيدير الانقلاب الثاني لا البلبله، الجزائر كجزائر الكيان ديال الجزائر شركات فيه مع المغربيه، غادي نجي انايا نثيق فيكم انتوما يا الرئيس بتاع الجزائر ملي كيمشي خاوي وكيمشي للتقاعد خصو يجي ويتشمش ويموت على ارض المغرب في طنجه، شاد لي من جديد بوضياف مور 30 عام مشى شفناه اليوم، ما عندهم حتى الجرأة والشجاعة يضربوهم من القدام، ضربوهم من اللار، ضربوا الراجل من اللار، ماشي جاو حتى من اللار، كاين الريدو
كاين الراجل عاطي بظهرو تيخطب وكاين الريدو وغيضربوه. راه الجزائر ماشي دولة وماشي شعب، راه ما كاين اللي تصنع الجزائر وطيح من القيمة ديال المغاربة قد الحمار بالحمار الخائن الحسن الثاني، وغادي نحاكموه. نعم غادي نحاكموه محاكمة تاريخية وغنحاكموه، واي خائن خائن غادي نحاكموه. راه كنهضر معاكم على ود العكاري، اما هادو الدراري هادو غير ولاد الفقر، ما كيمشوش بعيد بدوك الفلوس. اذا شي واحد فيهم مات شريف وبالكرم وفراشو اجيو عكروا ليا. رجال ديال بصح ودرت لهم لو اف دي اكس ديالهم، لا فونكسيون ديالهم ملي بداو حتى ماتوا. هاد الدراري هادو غير ابناء الفقر، ما تفرحوا ليهم شي، وما تحاولوش تديروا بحالهم، ما تخليوش شي واحد يشريكم. موتوا بالجوع. المرأة الشريفة الحرة لا تأكلوا بتدييها، غير القحاب ولاد القحاب اللي كياكلوا بالشرف ديالهم وبالكرامة ديالهم. كبرت مع ولاد الخيرية، خيرية باب دارنا، أقسم يمين بالله كلهم شاو داروا التعليم، شي واحدين فيهم داروا القضاء، واحد المجموعة داروا الممرضين، حتى واحد فيهم مشى دار البوليس ولا جدارمية. عندهم واحد الشرف واحد الكرامة، كاع تزوجوا، أقسم يمين بالله كاع تزوجوا باش يديروا الأسرة، باش حبا يديروا ديك الأسرة اللي ما كانش عندهم. نعم قال لك يمشي يقسم البلاد، كاع اللي مشى في الخندق نتاع العدو ديالنا اللي هو البلاط تيخرج على لسان تيقول لك هشام العلوي عنده الدكتوراه، حشاف كرم بور على دين امو بور على دين ربو على الدكتوراه ديالو على دوك اللي داروها، ونعاود لدين ربو الامتحان ديك الاطروحه ديالو ونناقشها مع دين امو ويخرج كشول ونتحدى دين امو وبا امو وحتى لم يأشر. كيخلعوكم انتم ابناء الفقر تكذبوا عليكم، غادي الامم المتحده، الامم المتحده طاكي على راسك وعلى ولادك. عندك تلبك ليام، عندك تلبك ليام، راه المعضله ديالك هشام انت وكاع الجمهوريين والملكين حتى نتوما، حيت كلكم على ضربه ولا فرقوا بين احد منكم. العيب ديالكم عرفت شنو هو؟ باقيين صغار. اشنو باقيين صغار؟ فهمتوها ما فهمتوها شيء؟ فين فهمتوا شي حاجه؟ ما عندكم حتى تجربه في الحياه اللي قال حقيقه. غادي تلا بكم الايام، الفيلم ديالكم غيسالو وغتبقى ليا من موراكم طويله، وبغيت داك النهار نشوفكم واش غتخرج، حيت الايام ديالكم راه قربت. راه نتوما والملكيين غتساليو قبل ما يطيح النظام، 2027 نتوما ماشي هنايا، عقلوا عليها. غتشرفكم الايام. تحية إخواني أخواتي، ولا سمح راه خصنا نسبو ونشتمو لأن هادشي راه بزاف، هادو راه كلهم خوانا. أنا كنقولها لكم، كاع اللي ماشي معانا، كاع اللي ما بغاش التغيير الجذري، كاع اللي ما كيديرش، راه ما تسمعش منهم جملة مفيدة للشعب المغربي. كيخرجوا باش يهضروا حيت خرجتهم الجزائر، الجزائر خلوا ولاد الجزائر يدافعوا على الجزائر ديالهم، وخلوا الصحراوة يخرجوا يدافعوا على الصحراوة. ما تخرج تدافع عليهم بحال انت خبير في العلاقات الدولية. إذن تحية نظامية، وما تنساو شيء، تشاركوا في القناة لكي يعم الفائدة، والأيام بيننا عقلوا عليها. هاد الدراري هادو غيساليوها خيب خيب. علي تشاو.